يلا يا مس، هلا بدنا نبلش بحصه شو؟ عربي. ممتازين. قبل ما نتعرف على حرفنا الجديد ونتذكر الحروف القديمه يا مس، بدنا نحكي مع بعض انشودة حرفنا الجديد لحتى نحذر شو حرفنا اليوم. ماشي يا مس؟ ماشي. كنا يوما بحديقتنا. كنا يوما بحديقتنا. اختي واخي والاصحاب. اختي واخي والاصحاب. نلعب العابا نتسلى. نلعب العابا نتسلى. ناكل خوخان. ناكل خوخان. ناكل خوخان. ناكل خوخان. لذة وطاب. فتح أخي خرطوم الماء. فتح أخي خرطوم الماء. صار يرش بغير حساب. بللنا فصرخنا فيه. هذا خطأ ليس صواب. خطأ ليس صواب. هذا خطأ ليس صواب. يلا يا مس، قبل ما نتعرف على حرفنا الجديد بدنا نتذكر الحروف. يلا مع بعض نرحب بحرفنا الجديد اليوم. أهلا وسهلا حرف الخاء. أهلا وسهلا حرف الخاء. أهلا وسهلا حرف الخاء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حرف الخاء. أهلا وسهلا حرف الخاء. شرفتنا حرف الخاء. حرف الخاء. اسمي خاء صوتي اخ. اسمي خاء صوتي اخ. اسمي خاء صوتي اخ. اسمي خاء صوتي اخ. يلا ايش اسمه حرفنا الجديد؟ اسمي خاء صوتي. ممتازين. خا خروف. خا خروف. خا خاتم. خا خاتم. خا خس. خا خس. خا خروف. خا خروف. خاتم. خاتم. خبز. خبز. اخطبوط. اخطبوط. بطيخ. بطيخ. مرة ثانية، ايش اسم حرفنا الجديد؟ شو صوته؟ ممتازين. هلا تعرفنا عليه وتعرفنا على كلماته، هلا بدنا نعرف كيف بدنا نكتبه. ممتاز يا جود. يلا عينينا على اللوح يا محمد. هلا اول اشي بدنا نعرف، احنا عندنا السطر هاد صح؟ صح. النقطة وين؟ خلاص وتعودنا عليها، وين تكون؟ فوق السطر بشوي. كيف كنا نكتب الاش؟ والاح؟ هاي في إلهم أخ ثالث، تمام؟ أخوهم الثالث هو الإخ، يعني الإج والإح والإخ عادي. هيا بطريقة هيا لترسي وبنزل لتحت وبعمل لها الخيمة اللي فوق وبحط فوقيها نقطة، عليها حبة خوخ فوق، عليها حبة خوخ. مرة ثانية هيا مثل بعمل لها البطن وخامتها اللي فوق وبنحط لها نقطة حبة الخوخ فوق راسها. ماشي يا مس؟ ماشي. طيب هلا الشكل الثاني، هي بنزل لتحت وبمدها وبرضه عليها نقطة نقطة فوق راسها. صح يا رينات؟ صح. مرة ثانية، هي بنزلها لتحت بمدها، وين نقطتها؟ فوق.
حط الخوخ فوق. شفتوا ما احلى؟ مثل الايش والاحصاء. هلا بدنا نشوف مقاطع حرف الاخ. هلا حكينا الاخ كم صاحب اله؟ ثلاثة. من هم؟ ممتازين. او اي. طيب هلا الاخ بدها تروح مشوار مع مين؟ اخ خا. ممتازين. اخ اخ او اخ او اخ اي خي خا خو خي خا خو خي خا خو خي. طيب هلا قبل ما نتعرف على الكلمة الجديدة اليوم رح نضيفها مع الكلمات اللي احنا اخذناها، طلعوا لي هون بس شو لون حرف الخاء؟ الاخ بكلمة خس. ايش بدي اعمل فيه؟ عطول بدي احبسه. خروف. ايش بدي اعمل فيه؟ طب مين الشاطر يحكي لي ايش على كل حرف الاخ هاي؟ ايش هيك الشغلة الصغيرة هاي؟ ممتازة يا تلين، زقفولها. ممتازين. طيب ايش لون حرف الخاء؟ اسود. بكلمة خاتم. طب بكلمة خبز؟ ازرق. طب مين الشاطر ايش يحكي للحركة اللي على الاخ؟ ضمه. ممتازين ممتازين. ضمه. طيب يا مس ايش لون حرف الاخ؟ بدي احبسه على طول. في كلمة بطيخ؟ ازرق. فعطول بدي احبسه. طيب مس هلا بدنا نتعرف على كلمة جديدة. مس نقرأ مع بعض. اخ او خو. اخ او خو. واخ خو. اخ او خو. واخ خو. فعشان هيك ايش بدي احط على كلمة الاخ؟ نقطة. يلا مرة ثانية مس. اخ او خو. واخ خو. خو. برافو. فهي الحال هالمقطع اخ او خو. واخ خو. ممتازين. ايش اسم حرفنا الجديد يا مس؟ حا. ايش اسمه؟ خا. شو صوته؟ ممتازين.